بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات، شوط يليه الآخر ضمن هذه الفعاليات وضمن هذه الانطلاقات. على بركة الله انطلق شوطنا الخامس عشر للإبكار الحقائق من مسافة 3 كيلومترات. هي الحكاية، هي الرواية الذي ستحكيها لنا هذه الأسماء وهذه الشعارات، وتتنافس المراكز والأسماء والشعارات على أرضية هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد النسخة الخامسة. إذن على بركة الله أبدأ بداية مع المركز الأول، مع سيوف المنطلقة والمندفعة مع المركز الأول، وشعار سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت من ينطلق مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. الدور دور المركز الثاني، وصل شعار الحنزاب، وصلت ناصية فيصل بن سالم بن علي بن جابر الحنزاب المركز الثالث، وثالث الشعارات شودة، تتقدم شودة في هذه اللحظات. عبد الله بن عوض بن حمد آل عويره الكربي يتقدم، والمركز الرابع ورابع الشعارات. وصلت مصيحة لصالح بن عبيد بن صالح العذبه المري المركز الخامس، من تجاوزت من الجانب الآخر وانطلقت إلى المركز الأول تحمل الرقم 1. بحور 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 ومحمد بن علي بن حمد الفهيدة المري، يا سلام، انطلق مع المركز الأول وشن الحرب مع صدارة ومع المركز الأول. الله يا بحور، الله يا بحور، الله على هذه الانطلاقة المميزة والجميلة. تحمل الرقم 1 ومنطلقة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. بن عايض بن عايض، يا سلام، يقدم لنا بحور 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 المنطلقة مع المركز الأول والمندفعة مع صدارة الشوط عند الرمق الأخير، الكيلومتر الخطير. الله، الكوع الأخير باستفتاح بحور المنطلقة. بحور ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني، وصلت وتقدمت الظبي خليفة بن سعود العنزي، واصل في هذه اللحظات والوصول من الاسم الواصل مع المركز الثالث. الوصول والقدوم من فوارس عبد الله بن محمد بن احزاب بن نديله المري، يا سلام، ولكن بحور 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 انطلقت مع المركز الاول، روحت نحو الفوز والانتصار. بحور بن عايض، بحور بن عايض مع المركز الاول. محمد بن علي الفهاده المري قدم لنا هذه البطلة، هذه النجمة. بحور والعصا، والعصا في الابطان بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، ترقص على سماعة الجهاز. انطلقت بحور، انطلقت بحور، هذا الانطلاق المميز والجميل. سلام يا مالكي بحور على هذا العرض المميز الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن. 10/10 ما يقدم من عروض مميزة وجميلة وكبيرة. تهانينا والنوماس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، المركز الثاني كان شعار رشيد بن مرشود الحربي مع سلطانة، والمركز الثالث
المركز الثالث كان شعار راشد بن طالب الراشد بشريم المري مع مذخورة. تهانينا والنوماس على هذا الفوز والانتصار على فوز البطلة بهذا الشوط بحور، من قدمت العرض المميز والجميل. لحظة وصولها معلنة الفوز والنوماس 4 دقائق 47 ثانية، 36 جزءا من الثانية. المركز الثاني كان سلطانة بشعار رشيد بن مرشود الحربي 4 دقائق 51 ثانية، 71 جزءا من الثانية. والمركز الثالث كانت مذخورة لراشد بن شريم المري. التوقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية، لحظة وصول مذخورة بشعار راشد بن طالب الراشد بن شريم اللي مري. التوقيت الزمني 4 دقائق 53 ثانية وجزءا من الثانية. المركز الرابع كانت شعار غند لراشد بن علي بن سالم الدعية 4 دقائق 53 ثانية، 32 جزءا من الثانية. والمركز الخامس كانت الضبي بشعار العنزي. تهانينا والنماس لمالكي بحور الحاصلة على المركز الأول محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري. وملخص شوطنا الخامس عشر، مشكور يا راعي بحور على هذا العرض المميز والجميل. تهانينا والنماس لمالكي بحور محمد بن علي بن حمد الفهيدة المري على هذا الفوز والانتصار. شوطنا القادم بصوت الزميل بسام العطوي، فليتفضل.